مشاهدينا نرحب بكم ضمن عدد جديد من برنامج حصاد الأسبوع. على مدار الأسبوع المنقضي واكبت قناة ميديا ان تي في مختلف المستجدات في الساحتين المحلية والدولية، كما تابعنا تطورات الأحداث وتفاعلاتها ورصدنا مآلاتها رفقة خبراء ومتخصصين. في هذه الحلقة نستعرض لكم أبرز الأحداث التي ميزت هذا الأسبوع على قناة ميديا ان تي في. خلال استضافتها في برنامج ضيف الأسبوع على قناة ميديا ان تي في، أبرزت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب بتحقيقه لعدد من المكتسبات نال رئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان عن جدارة واستحقاق بالنظر إلى مساره المشرف في المجال الحقوقي. طبعا انا اظن بانه التتويج ديال المرحلي، لانه عملنا واحد المرحله ديال اكثر من 20 سنه، اكثر من عقدين، اليوم وصلنا لهذا التتويج. اظن بانه المواصله ديالنا في مجال مكتسبات حقوق الانسان، في تطويرها، في توسيع فضاءات الحوار والنقاش والحريات، سنصل الى مرحله اخرى متقدمه في مجال حقوق الانسان. طبعا الحال اللي يمكن نقول ثلاثه ولا اربعه ديال الحوايج اللي هما اساسيين وخصنا أن كفاعلين يعني كنعطوا لهم قراءة خاصة. أولا الاقتراع السري، طبيعة الحال كانت الحرية صحيح. الذاتية في الاختيار وليس ضمن، رغم كل ما جرى في من حيث المؤثرات الخارجية، أظن بأن الاقتراع السري أعطى النتيجة دياله، لأنه المجال المجلس الدولي لحقوق الإنسان هو فضاء ديال متعدد الأطراف، هو نقاش وحوار ديال تعدد الأطراف، وبالتالي خص واحد شخصية، واحد الدولة اللي كدير واللي كتاخذ بعين الاعتبار كل هذه الأطراف المتعددة في توجهاتها وفي قراراتها، وبالتالي هذه المسؤولية في الانتخاب ديال المغرب عكست هذا، أن هذا البلد قادر على تدبير هذه الأطراف المتعددة في قضايا متعددة، لأنه مجلس حقوق الإنسان عنده عدد من الاختصاصات، عنده تعيين الخبراء والإجراءات الخاصة، عنده كيمكن له يعمل جلسات استثنائية أو دورات استثنائية لوضعية راهنة صحيح. ذات صلة بحقوق الإنسان، عنده كذلك تقييم الدول، عنده كذلك الدورات العادية اللي استعراض الدور الشامل تمام، دي هو اللي قلت تقييم ديال الدول في مجال حقوق الإنسان والتوصيات ديالو، كيمكن يعمل اقتراحات وتوصيات أو لا قرارات نسميهم القرارات للجمعية العامة اللي كتاخذ القرارات المسار ديالها باش نوصلوا إلى اتفاقيات أو البروتوكولات إلى غيره. وبالتالي هاد الاختصاصات خصو لابد واحد الدولة قادرة على أن أولا أن تستمع إلى الآخر، على أن تكون عندها القدرة والحكمة في تقريب وجهات النظر، وألا وبالتالي القدرة ديال المغرب أنه غالبا لا يستعمل حقوق الإنسان استعمالا سياسيا. أكد كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي في ولاية دونالد ترامب أن القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ساهمت بشكل كبير في التقدم الحقوقي الذي يشهده المغرب. عددا ضخما من الدول وافق على حصول المغرب لهذا المنصب الرفيع. هناك أسباب عديدة يا مارك، وأعود بذاكرتي ليس فقط عندما كنت مساعدا لوزير الخارجية، ولكن عندما كنت ممثلا للولايات المتحدة في مجلس الأمن في عهد الرئيس بوش، وبوسع ذكر عدة أشياء تطلع عليها المجتمع الدولي وجدها جذابة للغاية، بحيث حصل المغرب على 30 صوتا في اقتراع سري في جنيف. وهناك شيئان إذا كنت تجلس في الخارج ستجدها جذابة للغاية. أولا، إذا نظرت إلى الإصلاحات التي أدخلها جلالة الملك محمد السادس فيما يخص حقوق المرأة وخاصة مدونة الأسرة، والذي حاز على قدر كبير من الاهتمام على الصعيد الدولي. لقد كانت عملية إصلاح طويلة، لكنها اكتسبت قوة دفع كبيرة في عام 2022 عندما ألقى جلالته خطبة العرش وطرح فيها الحاجة إلى إصلاح مدونة الأسرة. وبحلول عام 2023 شكل جلالته لجنة لإصلاح مدونة الأسرة. ثانيا، من وجهة نظر الولايات المتحدة دعنا نذكر الانتخابات البرلمانية المغربية في عام 2021،
أعتقد أن كثيرين نظروا إلى المغرب باعتباره نظاما ملكيا ولم يدركوا أنه نظام ملكي دستوري، وكيف تمت هذه الانتخابات وتم احترام الحقوق المدنية ولم تشهد أي انتهاكات، ومنح المراقبون الدوليون درجات ممتازة لانتخابات عام 2021. هكذا فالنظام البرلماني والانتخابات ثم إصلاح مدونة الأسرة كلها عناصر جذابة للغاية، بالإضافة بالطبع إلى سمعة جلالتي في رغبتي في توسيع نطاق الحوار بين الأديان. أطلقت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حملة وطنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة بعد الزيارة المقلقة لحالات الإصابة بالحصبة في لندن ومنطقة ويست ميدلاندز. عادل الحمدي المحلل السياسي في هذا التوضيح. انتشار أو سرعة انتشار مرض الحصبة بين الأطفال ربما مؤداه هو الوضع الصحي العام الذي تعيشه البلاد. نحن نتحدث عن تراجع كبير في المستوى الصحي في بريطانيا خلال الأعوام الأخيرة، ولعلك ولعل مشاهديك والمتابعين يتابعون أيضا هذه الإضرابات المتواصلة للأطباء، سواء الأطباء العاملين أو الأطباء المبتدئين، بسبب تراجع الوضع المادي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية هنا في المملكة المتحدة. ربما كان لافتا أيضا للانتباه ليس فقط انتشار ظاهرة مرض الملاريا مرض الحصبة، وإنما أيضا انتشار فيروس جديد يسمى بفيروس إكس، وهنالك مخاوف من أن هذا الفيروس ربما يكون أكثر فتكا من فيروس السابق، وبالتالي فنحن نتحدث عن أوضاع صحية متدهورة في مختلف المجالات، وربما موضوع الحصبة يأخذ اهتماما متزايدا ليس لخطورته، فالإحصائيات تقول أن من عام 2000 إلى عام 2022 هنالك 23 حالة توفيت جراء أمراض الحصبة أو الأمراض المرتبطة بها، ولكن المخاوف من هذا المرض تأتي ليس من هذا فقط، وإنما تأتي لأن الوضع الصحي ليس جيدا ولأن التطعيم لم يعد كما كان. جددت القمة 19 لحركة عدم الانحياز في ختام أشغالها بكامبالا تأكيد على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول. محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان يوضح. بالفعل لا شك على أن هذا القرار الصادر عن منظمة عن حركة عدم الانحياز أو دول عدم الانحياز لا شك على أنه قرار تاريخي، بحكم أنه عاد قرار هذه الحركة عاده إلى الموضوعية وإلى العقلانية إلى الشرعية الدولية، بحكم أنه الشرعية الدولية باتت تنظر إلى هذا الملف على أنه قضية تتعطر ضمن مبدأ احترام سيادة الدول واحترام وحدتها الترابية، بحكم أن المجتمع الدولي بات أيضا ينظر لأنه هذا النزاع المفتعل ما هو إلا تداعيات لنزاع ثنائي أو نزاع إقليمي ما بين بلدين جارين هما المغرب والجزائر. حينما تقول حركة عدم الانحياز بضرورة يعني احترام قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، وهي القرارات التي تشيد دائما بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدي والمصداق والذات الأولى، وهي أيضا القرارات التي تصف الجزائر كطرف رئيسي معني بهذا النزاع مدعو للمشاركة في هذه الطاولات المستديرة. فمعنى ذلك على أن حركة دول عدم الانحياز بالفعل تنسجم مع مبدأ هذه الحركة التي في عقد الأمر كانت يعني تم السطو عليها في عقد الأمر منذ ربما تأسيسها ومنذ خاصة منذ اندلاع هذا النزاع المفتعل من طرف خصوم المغرب بعد وحدته الترابية، التي الذين لطالما وظفوها ضمن أجندات سياسية تتعلق بالتشويش على المملكة ويعني الترويج لطروحات انفصالية راديكالية ضمن يعني سياقات الحرب الباردة التي كان ينخرط فيها خصوم المغرب بعد وحدته الترابية. اليوم هذه الحركة وهذا الإطار الدولي الوازن الذي يضم أكثر من 120 بلد فضلا عن
العديد من الدول أو من الأعضاء المراقبين، هذا يعني يعيد بالفعل المياه إلى مجراها الطبيعي فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا النزاع المفتعل. قال محمد اليمني نائب رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود زايد، قال إن سكان غزة لا يعولون على الاتحاد الأوروبي لإيقاف الحرب في غزة، مضيفا أن قادة الاتحاد لم يقدموا أي مبادرة لوقف إطلاق النار. الدبلوماسي له دور كبير، وأيضا هذه الخطة الشاملة التي دعا إليها جوزيب بوريل هو من وجهة نظره لها لديها أهمية كبرى في هذا التوقيت، ولكن أستاذتي الكريمة هذا لحفظ ماء الوجه لدى الاتحاد الأوروبي ولحفظ ماء الوجه للدول الغربية، ليس أكثر من ذلك، لأن حل الدولتين أو السلام مع الاحتلال الإسرائيلي هؤلاء لا يعرفون السلام من قريب أو من بعيد. هذا الأمر جاء بالرفض من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي وكذلك على رأسهم بنيامين نتنياهو. هذه أيضا جزئية، الجزئية الأهم، هل هذه المبادرة أو هذه الخطة الشاملة توافق آراء بنيامين نتنياهو؟ هل هذه الخطة أيضا توافق وجهات نظر البعيدة والقريبة لبنيامين نتنياهو؟ هل توافق أيضا أهداف بنيامين نتنياهو سواء كانت المعلنة أو حتى الخفية في هذا التوقيت؟ هذه أيضا جزئية. إلى أي مدى يمكن للاتحاد الأوروبي أن يذهب للضغط باتجاه حل الدولتين وتكريسه؟ وهل يمكن تطبيق هذه الخطة فعلا؟ وما المطلوب أيضا لنجاحها؟ من باريس مصطفى الطوسة كاتب مختص في الشؤون الأوروبية كان معنا لمناقشة هذا الموضوع. نعم، ما يمكن أن نقوله في البداية للتعليق على هذا الموقف الأوروبي الجديد وهو أننا نشهد نقلة نوعية في المقاربة الأوروبية تجاه هذه الأزمة. هذه النقلة النوعية السبب من ورائها وهو هذا التعنت الإسرائيلي، عندما أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على بعث رسائل دولية إلى الإدارة الأمريكية وإلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه لا يريد أي حل أي دولة فلسطينية مستقلة، وأنه مستمر في هذه الحرب حتى تحقيق أهدافه الاستراتيجية وهي القضاء نهائيا على حركة حماس ووضع منطقة غزة تحت يعني الوصاية الأمنية الإسرائيلية والمشاركة بطريقة أو بأخرى والعمل على مشروع تهجير الفلسطينيين سواء من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن. هذا المشهد الكابوسي بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هو الذي دفع هذه العواصم القرار باتخاذ لهجة وتبني لهجة حادة تجاه الإسرائيليين تجاه القيادة الإسرائيلية، مفادها بأنه لا يمكن يعني أن نستمر وأن ننخرط فقط في الحل العسكري، لأن الحل العسكري يعني ليست لديه أي آفاق إيجابية وتطبيقية في المستقبل القريب، وأن ذلك يعني أن الحرب مستمرة، أن الدمار مستمر، أن فاتورة القتل سترتفع، وأن الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي مهدد بذلك. لذلك نحن الآن أمام تغيير من اللهجة سواء على المستوى الأمريكي، وقد لاحظناه في العلاقات المتشنجة بين قوسين بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، أو في هذه المواقف الحازمة التي صدرت. لكن في الجانب لمتابعة هذا الموضوع كان معنا من القدس الأستاذ عزيز العصا أكاديمي وباحث سياسي. ضمن المدى المنظور أستاذ الفاضل أنا لا أرى يعني أن هناك حل أو هناك حل يلوح في الأفق ضمن المدى المنظور أقول، وليس على المدى البعيد. ولماذا أقول ذلك؟ لأننا نحن الآن مبتلين ب حكومة تفقد توازنها، حكومة لا يوجد لها ضابط ولا يوجد لها رابط، وهذه الحكومة يقودها العقلية الاستيطانية، العقلية التي لا ترى الآخر على أرض فلسطين، العقلية التي تنكر الوجود الفلسطيني، العقلية التي ترى الفلسطينيين حيوانات بشرية، ويقود هذه العقلية بنيامين نتنياهو الذي هو الآن على مفترق طرق خطير جدا بالنسبة له،
أي وقف لإطلاق النار سيؤدي إلى فكاك حكومته وانهيارها، لأن هناك وزيرين أو هناك وزيران يسعيان إلى فرط هذه الحكومة في حال قبول شرط وقف إطلاق النار. هذا من جانب الاحتلال. أما من جانب الجانب الفلسطيني، فالجانب الفلسطيني لن يبتلع الطعم ولن يخدع ولا بأي حال من الأحوال بأن يقبل بأشباه الحلول وأنصاف الحلول. أنصاف الحلول وأشباه الحلول هي طبعا أسوأ، أثرها أسوأ من الوضع الحالي الذي يعيشه أبناء غزة تحت النيران. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك وقف كامل وشامل لإطلاق النار ودائم، وليس لا شهرين ولا ثلاثة أشهر كما يقترح أو يتخيل نتنياهو أحيانا أو زمرته أحيانا يطرحون أنه يعني ممكن نعمل وقف إطلاق النار لمدة شهرين أو غيره، هذا الكلام طبعا فلسطينيا مرفوض، لأن الذي يسيطر على الأرض والذي يتحدث على الأرض هو منطق القوة. لا يوجد هناك أي قوة للمنطق ولا للاتفاقيات ولا للمعاهدات، لأننا نحن نواجه احتلال لا يحترم أي مواثيق ولا معاهدات. يعني إحنا وقعنا مع اتفاقية أوسلو، وقعها المرحوم ياسر عرفات، وبالتالي تفضل الآن أوسلو أصبحت الآن صفر كامل ولم يعد منها أي شيء، وإنما استفاد منها الاحتلال واقتنص منها ما يفيده. وأما ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني فتم إدارة الظهر لها، فهل يعقل أن الشعب الفلسطيني يخضع مرة أخرى؟ أعتقد أن الجواب لا. أما إذا عدنا إلى جانب الاحتلال، فالاحتلال واضح جدا المنطق الذي يتحدث به، يقول لن أقبل إلا بإزالة الإرادة الفلسطينية. أنا هكذا أصف يعني ألخص ما يقوله، هو يريد أن يكسر الإرادة الفلسطينية. أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع بولا أحمد أديكونلي تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية لتسليط الضوء على أبعاد هذه المكالمة الهاتفية والدينامية الإيجابية التي تعرفها علاقة البلدين في السنوات الأخيرة. نتابع هذه الإضاءات للدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. واضح بأن هناك مجموعة من الرسائل من خلال عملية التواصل التي تمت بين جلالة الملك ورئيس نيجيريا. أول مسألة وهو استمرار ما نسميه بديناميكية العلاقات بين المغرب ودولة نيجيريا. كان هناك تحول منذ سنة 2016 منذ الزيارة الملكية إلى نيجيريا، هناك ديناميكية كبيرة تستمر الآن مع الرئيس الجديد. أيضا هناك رسالة أخرى وهي حول المشروع الاستراتيجي الكبير الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، أنبوب الغاز، وهنا معنى أن هناك تقدم في هذا العمل، وهذا فيه رسالة أيضا رد على الذين لا زالوا يشككون في هذا المشروع الذي يسير بسرعة. ثم هناك مسألة أخرى وهي رسالة ثالثة وهي المرتبطة بالرؤية المستقبلية. لا ننسى بأن المغرب اليوم أمامه مشروع كبير وهو مبادرة الأطلسي، وهي تعني دول الساحل كما تعني الدول كلها المطلة على المحيط الأطلسي. عرض وزير التجهيز والماء نزار بركة معطيات جديدة حول الوضع المائي أمام مجلس النواب، ذلك بعد أسبوع على جلسة العمل المخصصة لإشكالية الماء التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس. أسباب أزمة المياه والتوقعات المستقبلية. نتابع ما قاله محمد بازا خبير دولي في الموارد المائية وموظف سامي سابق بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو. ليس أزمة، الأزمة بالنسبة التي نعيشه الآن هي بالنسبة لي هي شيء غريب،
لأن لا يستحق المغرب أن تكون أن يكون عرضة لأزمة ماء في غضون 2024. كان من الممكن أن نتعامل مع ندرة المياه دون أن تصير لنا أزمة. يعني الأزمة ما يعني بالأزمة هي أن تصبح عدد من الأماكن من المدن والقرى ومهددة بشبح العطش مثل ما أشار إلى ذلك السيد الوزير في مقاله من قبل. بينما ندرة المياه اللي هي نقص في المياه اللي هو شيء عادي وكان مرتقب بسبب التغير المناخي وحصل فعلا، ولكن أسبابه أيضا هي سوء إدارة المياه في خلال 20 إلى 25 سنة الماضية، مما ساهم كثيرا في الوصول إلى ندرة المياه قبل أوانها. وللخروج بطبيعة الحال من الأزمة نتمنى بكل شيء، ولنا ثقة كبيرة في البرنامج الاستعجالي الذي يرأسه صاحب الجلالة والذي يقوم بأعمال جبارة ومهمة جدا بالنسبة لتفادي مشاكل كبيرة. ولحسن الحظ أن هذه اللجنة أو هذا البرنامج تم إعداده والإشراف عليه من قبل صاحب الجلالة، لأن كان من المفروض أن الجهات المعنية يكون لها برنامج استعجالي. من بين الأمور التي علمنا الدول من قبل الفاو ومن منظمات أخرى بما ذلك المغرب هو أننا نعد برامج خاصة بمدة الجفاف، برنامج استباقي نعمل فيه البرامج والاستراتيجيات لما نقوم بها، ونعرفوا أش فين من عندنا الماء. كل دوار ولا كل قبيلة ولا كل المدينة ولا عارفة في حالة ندرة المياه فين ماشي يمشي، كيكون تم تنقيب من مسبقا، كنعرفوا كنكون درنا حصر للآبار المتواجدة في المنطقة. فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشير. عن هذا الفوز نتابع ما قاله الكاتب والمحلل السياسي طلحة جبريل. بالتأكيد هذه الجولة ترتبط بأربع أشياء أساسية. الأمر الأول أنه يريد بلينكين أن يقنع الأفارقة بأن واشنطن مهتمة بتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، على الرغم من أنه هناك انشغالات أخرى سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا. الأمر الآخر هو مسألة محاربة الإرهاب، وأعلن بلينكين بأنه أن واشنطن ستقدم 45 مليون دولار من أجل محاربة الإرهاب في المنطقة. إضافة إلى ذلك المحور الثالث هو مسألة الحد بقدر الإمكان من النفوذ الصيني والروسي. بالنسبة للصين على سبيل المثال، سبقت جولة بلينكين جولة لوزير الخارجية الصيني. بالنسبة لروسيا الفاغنر، مجموعات الفاغنر التي توجد في عدد من الدول الأفريقية. بطبيعة الحال الأجندة أيضا التعاون الاقتصادي، التعاون المالي، وشيء من هذا بهذا من بين الأمور أيضا التي بحثها ويبحثها بلينكين في هذه الجولة. بمعنى آخر هناك أجندة في الواقع متشعبة من خلال هذه الجولة، والأهم هو أنه التأكيد بأن واشنطن حريصة على تعميق علاقاتها مع إفريقيا، وهذا تحديد واضح، وأعتقد بأنه الجولة تدخل في هذا السياق. عرف هذا الأسبوع تنظيم فعاليات النسخة الثانية من الندوة الإعلامية حول قضية الصحراء المغربية المنظمة من طرف القوات المسلحة الملكية بمشاركة نخبة من الأساتذة البارزين المغاربة والأجانب بالكلية الملكية للدراسة العسكرية العليا.
التفاصيل مع مفيدنا إلى القنيطرة عبد المولى بوخريس. هم الثاني من هذه الندوة الإعلامية المنظمة من قبل القوات المسلحة الملكية هنا بمقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، طبعا بحضور ممثلين عسكريين عن 26 دولة، وبالإضافة إلى نخبة من الأساتذة الباحثين البارزين عن المملكة المغربية ودول أخرى خاصة من دولة فرنسا. اليوم تم التطرق ورسم معالم المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية في السنوات الماضية لصالح القضية الوطنية على المستويات الأممية الإفريقية وكذلك الإقليمية، بالإضافة إلى استعراض أوجه التنمية وكذلك المكاسب على أرض المجال بالنسبة لصالح الأقاليم الجنوبية على المستوى يعني المشاريع التنموية والمشاريع المهيكلة. على المستوى المكاسب طبعا الدبلوماسية التي تحققت للمملكة المغربية والتي يتم طبعا تزكيتها في كثير من المحافل الدولية، هناك اعتراف متزايد بأحقية المملكة وبصوابية مقترحي الحكم الذاتي، وكذلك مجموعة من القرارات الأممية التي يتم استصدارها في الآونة الأخيرة هي كلها تدعم الطرح المغربي لحل هذا النزاع المفتعل. مجموعة 77 زائد الصين هي أكبر تحالف دولي حكومي داخل منظومة الأمم المتحدة، وتعد مدافعا مؤسساتيا عن مصالح دول الجنوب. من دبي الدكتور عبد اللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني يناقش مساهمة المملكة في الدفع والنهوض بديناميات النقاش من داخل هذا التكتل الإقليمي. هو المغرب من الأعضاء الفاعلين في هذه المجموعة كما سبق وأن ذكرتم ذلك، خلقت منذ 1964 وفعليا بدأت أشغالها منذ 1967، وهي في الأصل كانت تجمع 77 دولة، ولكن اليوم العدد يعني تقريبا تضاعف، بحيث عدد الدول اليوم داخل مجموعة 77 هي 134 دولة، وتعتبر قوة اقتصادية وتفاوضية كبيرة على مستوى الأمم المتحدة، بحيث أنها اليوم تمثل حوالي ثلثي أعضاء الأمم المتحدة وحوالي 80% من سكان العالم، بحيث اليوم تندرج ضمن هذه المجموعة الصين، وهذا يمكن نتطرق له فيما بعد، وأيضا تمثل حوالي نصف يعني الإنتاج العالمي، بحيث تتراوح يعني القدرة الإنتاجية حوالي ما بين 44 و45% من الناتج العالمي. إذن هي يعني قوة اقتصادية وتفاوضية واقتراحية داخل دواليب الأمم المتحدة. المغرب له مكانة يعني خاصة داخل هذه المجموعة، بحيث أولا هو من الأعضاء المؤسسين وأيضا الأعضاء الفاعلين، وأيضا كان له الشرف أن ترأس أشغال هذه يعني اللجنة في سنة 2003، وكان دائما نشيط من حيث الاقتراحات ومن حيث المساهمة في القضايا الكبرى للدول النامية. ونذكر بأن هذه الدول هي دول نامية، بحيث لها خصوصيات لا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية يعني التفاوض للانخراط في القضايا العالمية الكبرى، خصوصا الجيوستراتيجية وأيضا قضايا الاقتصادية الكبرى التي يعرف التحولات العالم بها اليوم، كيعني الطاقات المتجددة، كيعني الإشكاليات التعاون الدولي في الميادين التجارية، بحيث أن اليوم هذه الدول هي تصبو إلى تقدم أكثر من ناحية الاقتصادية. تتزامن جولة بلينكين مع قيام السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بجولة بثلاث دول بغرب إفريقيا وهي غينيا بيساو وسيراليون وليبيريا، دلالات وسياق الجولتين مع رامي زهدي الخبير في العلاقة الإفريقية من القاهرة. يعني بالتأكيد خليني أقول لحضرتك عن أحد مشاهداتي عن هذه الجولة، هي زيارة أنتوني بلينكين لكوت ديفوار وحضوره أحد المباريات، يعني تعبيرا عن اهتمامه بكرة القدم. لكن الشاهد في هذا الأمر أن الاستاد الذي حضر فيه أو شاهد من خلاله المباراة هو استاد بناته الصين بدعم صيني بأموال صينية بشركات صينية.
هذا هو جوهر الأمر، أن الصين وقوى الجنوب عندما تتحدث عن المملكة المغربية كقوة إقليمية إفريقية وعن قوى الشرق والجنوب تحاول أن تقدم شيئا ملموسا للشعوب، تصادق الشعوب لا الأنظمة، بينما هذا هو الخطأ الذي وقعت فيها القوى الاستعمارية القديمة ومن خلفها الولايات المتحدة، وإن كانت تستكمل هذا حتى الآن، هي مصادقة الشعوب على حساب مصادقة الأنظمة ولو ضد إرادة الشعوب. استطاعت قوى الجنوب الجنوب أو قوى الشرق والجنوب أن تقدم لأفريقيا أو تمهد لأفريقيا بأنها تبحث عن مصالح مشتركة وشراكة عادلة وتنمية حقيقية، وليست فقط البحث عن صالح القوى الغربية فقط. وهذا ربما لو استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تغيره ربما يساهم ذلك في أن تشغل جزء من الفراغ الذي أحدثته أو يحدثه خروج القوى الغربية الآن من المشهد الأفريقي. استقبلت ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إكبي ريكبي إيغبو وزير الدولة النيجيري المكلف بالموارد البترولية، والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام. طبعا الأنبوب النيجيري المغربي غادي نتكلموا عليه بطريقة طبعا جد مهمة، غادي ياخذ واحد الأهمية في الاشتغال ديالنا في هاد اليومين، وغادي نتكلموا ايضا على مجموعة من الورشات والمشاريع اللي كتهم المجالات ديال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اللي هي مجالات اللي هي جد مهمة للعلاقات الثنائية ما بين البلدين المملكة المغربية ونيجيريا. من جهته أكد وزير الدولة النيجيرية المكلف بالموارد البترولية أن الشراكة المغربية النيجيرية في المجال الطاقي تكتسي أبعادا عديدة على المستوى الاستراتيجي والقاري. أبعث لكم اليوم تحية السيد بولا تينوبو رئيس نيجيريا. أنا هنا تلبية للدعوة التي وجهتها لزميلتي وزيرة الانتقال الطاقي من أجل الحديث عن مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. مشروع تم الحديث عنه لأول وهلة سنة 2016 خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس صوب نيجيريا. لقد وقفت عن كثبين على التقدم الملموس للمشروع، ونحن نقدر الجهود التي يتم بذلها. أنا أؤمن بدعم مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية وبدعم الحكومة الفيدرالية لنيجيريا والمملكة المغربية. سنعمل على تحقيق كل الأمور التي اشتغلنا عليها، وسيرى النور مشروع الغاز الواعد من نيجيريا على طول الطريق صوب المغرب. شكرا جزيلا. صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التمثيلية الأكثر النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ولا سيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثم الزور خلال المجلس الحكومي المنعقد عن التوجهات العامة لاستراتيجية المغرب الرقمي. اليوم المغرب عنده أكثر من 600 خدمة رقمية للعموم، 300 المواطنين، 200 المقاولات، و100 الإدارة. كاين أيضا ترسانة قانونية مهمة، المغرب تكون تقريبا 13,000 كفاءة رقمية جديدة كل سنة. احنا بلد الثاني في مجال ترحيل الخدمات، 130,000 شخص اللي خدام في هذا المجال، 15.8 مليار ديال الدرهم ديال
رقم المعاملات. فالهدف ديال هذا العمل استراتيجية هو تعزيز المكتسبات وأيضا توحيد الرؤية باش المغرب يزيد يتقدم أكثر في هذا المجال. فأولا تنتكلموا على رقمنة الخدمات العمومية. لماذا رقمنة الخدمات العمومية؟ باش نسهلوا على المواطن على أنه هو ما يبقاش يحتاج يتنقل الإدارة، على أنها تكون شفافية أكثر، على أنه يكون تبسيط أكثر. هذا الشيء بالطبع غيعاون في الشفافية ونقلل من الفساد. فطريقة ديالنا هو أنه تكون تسريع ديال هذا العمل، تكون جودة أكثر باش تكون ساتيسفاكسيون ديال المواطنين والمقاولات، وتكون شمولية. هاد الخدمات الرقمية خص المغاربة كلهم يستفدوا منهم فين ما كانوا كيف ما كانوا، كلشي المغاربة خصهم يستفدوا. جددت جمهورية غامبيا بالدخلة تأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد ذي مصداقية وواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. كذلك باش نشكر معالي الوزير على الدعم المتواصل اللي كتقدمه غامبيا لقضية الوحدة الترابية المغربية. غامبيا كانت من الداعمين الدائمين لمغربية الصحراء. غامبيا كانت أول دولة كتفتح قنصلية هنا بمدينة الداخلة، واليوم كتعقد اللجنة المشتركة وكتوقع اتفاقيات في هذه المدينة، وهذه كلها يعني إشارات قوية لدعم واضح من الدبلوماسية الغامبية لمغربية الصحراء وللحقوق المشروعة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. إذن فهذه اللجنة كانت لجنة ناجحة من خلال الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها، من خلال ما اتفقنا عليه من خارطة الطريق خلال السنوات المقبلة. بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي، جرى بالجماعة القروية ولاد بورحمة التابعة ترابية لإقليم القنيطرة لإطلاق حملة التشجير لموسم 2023-2024 على الصعيد الوطني. وترم هذه الحملة توطيد المنجزات المحققة في إطار استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. تنسيل استراتيجية غابات المغرب التي انطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تم اليوم بإقليم قنيطرة، انطلاق عملية غرس لسنة 2023-2024، بحيث أن هذه العملية اللي جات من بعد تساقطات المطرية اللي عرفتها بلادنا مؤخرا واللي شجعتنا بطبيعة الحال باش ندخلوا في هذه العملية هذه. وهذه كانت فرصة للوقوف على عدة إصلاحات اللي عرفها القطاع من حيث يعني عدة مراحل لعملية التشجير. كاين المرحلة اللي كتعلق بالبذور الغابوية، ويعني الجودة نتاعها اللي كتلعب دور في نجاح يعني العمليات الغرس. كذلك وقفنا على مشت الغابوي يعني مدبر بطريقة جديدة، بحيث ان مقاولة يعني الخواص هي اللي قامت بجميع العمليات وشفنا النتائج الحسنة، بحيث اليوم عندنا واحد شتائل غابوية ذات جودة عالية. وكذلك اليوم وقفنا على عملية الغرس مع شركة خواص كذلك، اللي بطبيعة الحال اليوم كنخدموا بواحد طريقة جديدة، واحد نظام جديد اللي كيمكننا باش نحسنوا يعني النجاح تاع الغرس. وهذا بطبيعة الحال كله داخل في واحد الإطار نتاع واحد يعني منهجية جديدة لتحسين يعني النجاعة تاع التشجير، وحتى باش الغابة المغربية إن شاء الله تكون في حسن حال في السنوات القادمة. وهذا طبقا للتوجهات يعني السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي كيعطي واحد العناية خاصة للجانب البيئي بصفة عامة وبالنسبة للغابات بصفة خاصة. ترأس عزيز خنوش رئيس الحكومة الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية التناظر المرئي،
وصدقت اللجنة على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 7.4 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 16,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. اليوم الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة السيد رئيس الحكومة، وصدقت على 42 اتفاقية لمشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 7.4 مليار ديال الدرهم، اللي غادي تمكن من خلق أكثر من 16,000 منصب شغل في 9 جهات المملكة. 60% من هذه الاستثمارات الخاصة المصادق عليها هي لمقاولات مغربية، وهذا بفضل الميثاق الجديد للاستثمار الذي تم إخراجه تنزيلا لتعليمات سيدنا الله ينصره. وعن تداعيات قلة التساقطات المطرية وللعام السادس على التوالي على الاقتصاد المغربي، كان معنا عبد العزيز الروماني خبير في الاقتصاد الاجتماعي. الأرقام تظهر بوضوح قسوة وطأة هذه السنة ديال الجفاف في يعني في بدايتها. طبعا لما كنتكلموا على سنوات الجفاف بصفه عامه، نقدروا نقولوا ان المغرب يعرف حاليا اقصى سنوات الجفاف، يعني بات السنوات اللي قلتها لالا ايمان، اضافه الى ضعف في الموارد المائيه، ضعف كبير جدا، يعني تراجع مهول، تراجع كبير، ما يمكنش من 18 مليار متر مكعب نهبطوا لخمسه، هذا ثلثين ولا اكثر كاع، ماشي ثلثين. الاراضي المزروعه راه شفنا الكلاء، يعني الغطاء النباتي متاثر، تربيه الماشيه متاثره، خاصه في جنوب نهر ام الربيع، يعني المناطق هذه كلها متاثره، وجهه واد زم وقلع السراغنا والمناطق الاخرى، يعني هناك تاثير كبير. تاثير اولا ظهر بالنسبه للفلاحات البوريه، يعني منا نخليو المسقيه، واخا كاين تاثير شامل لان عندنا فرشات مائيه ما نزلش الثلوج بشكل كافي، يعني كاين هادو ديال الاراضي البوريه، يعني بحال كتقول بانه كيعيشوا اقصى سنوات في تاريخهم. ملي كنقول اقصى سنوات معناه اننا كنا كنعرفوا الجفاف ديك الوطاه ديال مره في كل 5 سنين، مره في كل 6 سنين، مره في كل 4 سنين، الان ولا بشكل كبير، يعني زاد من 6 كما قال وزير الفلاحه 30%، ولكن هو الان اكبر بكثير، يعني 6 سنين كلها متابعه. هذا من طبع الحال إلى ما دخلت فيه الدولة بشكل واضح، وراه دخلت كتكون ظروفه قاسية على الفلاح، خاصة الفلاح اللي عنده محدودية في الزراعات دياله، خاصة الفلاح ديال الأراضي البورية، خاصة الخضروات وديال الفترة الخريفية وحتى الفترة الشتوية. نعم كاين تدخل ديال الدولة، نعم كاين دعم ديال البطاطس، ديال الطماطم، ديال البصل، ديال البذور، ديال غير ذلك، نعم كاين الدعم ديال بالنسبه للكسيبه، ولكن مع ذلك قسوه لا على الماء ولا على الفلاحه ولا على الغطاء النباتي ولا على المزروعات، هي قسوه اقول واؤكد انها غير مسبوقه في تاريخ المغرب. يعني وللمزيد حول نفس الموضوع كان معنا كذلك محمد جدري محلل اقتصادي. المغرب اليوم الجفاف أصبح جفافا هيكليا وبنيويا، هذا هو اللي غيبقى عندنا عادي خلال السنوات المقبلة، لأن مثلا خلال 80-90 القرن الماضي كنا كنديروا واحد سنة جافة وسنة ممطرة، سنتين فيها جفاف واحد سنة فيها ممطرة. اليوم خاصنا يعني نقبلوا بهذا الوضع الجديد اللي غتكون فيه واحد 4 سنوات 3 سنوات من الجفاف، وغتجينا واحد السنة متوسطة أو سنة ممطرة. وبالتالي هذا الأمر هذا أول حاجة اللي خصنا يعني نآمنوا بها هو أننا خصنا نقبلوا هذا الوضع الجديد، لأن اليوم ماشي من الصعب على المغاربة أنهم يقبلوا بأنهم كل سنة غتكون واحد السنة جافة. اليوم المغرب خصنا نعرفوا بأن على الأقل من هنايا لسنة 2030 غنبقاو دائما مضطرين أننا نتعايشوا
مع التقلبات المناخيه ومع سخاء السماء درجه اساسيه. لكن اليوم عاوتاني ما خاصش نساو باننا كنحصدوا كذلك واحد التاخر كبير في هذه الاشكاليه وفي هذه الاستراتيجيه ديال الماء اللي كانت خلال السنوات الماضيه، واخص بالذكر الحكومات السابقه، لان مثلا اليوم ملي كنتكلموا على المحطات ديال تحليه مياه البحر عندنا فيها واحد التاخر كبير، مثلا ديال الدار البيضاء، ديال اسفي، ديال جده، كانوا خصهم يكونوا اوبيراسيونيل هذه واحد سنتين او ثلاث سنوات. للاسف نبي الله كان اللحوم يعني طلبات العروض ديال واحد مجموعه من محطات تحليه مياه البحر، كذلك عندنا واحد مجموعه من الامور اللي أساسية. ولكن كذلك عندنا السياسة الفلاحية ديالنا هي واحد السياسة اللي خاصها تبقى كذلك سياسة متوازنة ما بين سياسة فلاحية نحو التصدير، وأتكلم أساسا نحو التصدير نحو أوروبا، لأن المنتوجات الفلاحية اللي كانت دول حول أوروبا هي غير منافسة للسوق المحلية. بالعكس، على العكس من ذلك، هذه المنتوجات الفلاحية اللي كانت دول حول إفريقيا هي منافسة للسوق المحلية، وبالتالي اليوم خاص يكون عندنا واحد التوازن ما بين الإجابة على الطلب المحلي من مجموعة من الأمور الأساسية بالنسبة للمواطنات ومواطني المغاربة، وكذلك أننا نحافظ على المصالح ديال المصدر ديالنا أساسا نحو أوروبا، لأنها تشغل الكثير من يد العاملة، وكذلك أنها تجلب واحد عمرة صعبة مهمة اللي نحن في أمس الحاجة إليها باش أننا نحقق واحد الأرقام ديال النمو اللي هي مهمة في الاقتصاد ديالنا. وعن سبل حماية الثروة المائية خاصة بعد التشخيص القاتم للوضع القائم على لسان وزير الماء والتجهيز نزار بركة الذي كشف عن أرقام مخيفة ومعطيات مخيفة حول وضعية السدود والإجهاد المائي في المغرب. متابعة لهذا الموضوع كان معنا مصطفى بن رامل، خبير بيئي، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ. مرة أخرى أود أن أشكركم على هذه الاستضافة، ويجب أن أؤكد بأن هذه الإجراءات كما تقدم الأستاذ بذكره قبل قليل هي إجراءات متأخرة، وقد شغلنا نحن في المجتمع المدني وأيضا كباحثين في هذا المجال في العديد من المحطات، واتخذنا مجموعة من الإجراءات كمجتمع مدني في ذلك. وآخر إجراء الذي اتخذناه هو إنتاج مشروع مدني اسمه جامعة مفتوحة لقادة البيئة والمناخ الشباب، وكان موضوعه الماء والمناخ والوضعية المقلقة نتيجة الإجهاد المائي وتغير المناخ. وبالتالي فكانت هناك يعني دورات تكوينية، وكانت هناك يعني حملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التكوينية. وبالتالي عند الاقتراب من المواطن، فاليوم ليس فقط إجراءات على مستوى يعني الرسمي وعلى مستوى القطاعات، ولكن يجب أن تكون هذه الإجراءات تكون قريبة جدا من المواطن. يجب أن يتملك المواطن مجموعة من السلوكيات، ليس في الحمامات، فما بالك في المنازل، في الاستعمالات اليومية منذ الصباح إلى المساء في كل ركن من أركان المنزل، الاستعمالات اليومية أيضا في الإدارات العمومية، الاستعمالات اليومية في الوحدات الصناعية. وبالتالي يعني اليوم نحن أمام وضعية مقلقة، أمام يعني استهلاك غير عقلاني لهذه المادة الثمينة، ويجب أن نغير سلوكنا. يجب أن نتملك مجموعة من السلوكيات صديقة للمياه. اليوم كنا نتكلم عن صديقة للبيئة، ولكن أن تكون صديقة للمياه. لماذا؟ حيث أن هذه السلوكيات يجب أن تكون يعني أن نكون نستعمل المياه عند الحاجة وحسب ما هو متوفر في المجال الذي نوجد فيه. وبالتالي إذا ما اتخذنا هذا الإجراء، كل مواطن في كل جهة من جهات المغرب يعني يعي بشكل يعني أساسي أن هذه المادة بالرغم من توفرها في صنابير، بالرغم من توفرها في المحيط الذي نتواجد فيه، ففيه مناطق أخرى بعيدة، مناطق أخرى يعني المواطن يجد العناء لكي يلجا إلى هذه المادة الثمينة. نظمت وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الجالية المغربية بالخارج نظم بالرباط يوما دراسيا مع مغاربة العالم حول مشروع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة في أفق 2030.
هذه المشاورات جايين في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية من أجل الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه سيادة، والهدف الأساسي ديالو هو خلق مناصب وفرص شغل دائمة للشباب ديالنا ولكل المغاربة أينما كانوا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. المشاورات اليوم مع المجلس الاستشاري للمغاربة في الخارج لكي يجمع عدد الكفاءات المغربية اللي كان افتخروا بها وكان اعتزوا بها لغيغنيوا هذه الاستراتيجية وغيساهموا في بناء هذا العهد الصناعي الجديد حتى هو طبقا للتعليمات الملكية السامية من أجل إشراك الكفاءات المغربية خارج أرض الوطن اللي كان افتخروا بها. وحنا اليوم جد فخورين بهذا الاجتماع الأول اللي هو بداية سلسلة تشاورات مع الكفاءات المغربية في الخارج باش نفتحوا لهم المجال باش يشتركوا في بناء هذا العهد الجديد، وأيضا نفتحوا النقاش والمشاورات معهم باش نلقاو الحلول باش تكون مساهمة أقوى ديال هذه الكفاءات في بناء مغرب المستقبل. شهدت مختلف فضاءات عرض المباريات والشوارع بمختلف ربوع المملكة أجواء احتفالية متميزة بمناسبة تأهل المنتخب الوطني المغربي لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا. وعمت هذه الأجواء الاحتفالية فضاءات عرض المباريات حيث تابع الجميع أطوار المباراة بحماسة كبيرة. فمباشرة بعد إعلان الحكم الجابوني باتريس مبيامي صفيرة النهاية بانتصار الأسود وحسم بطاقة العبور إلى الدور الثاني بهدف دون رد، انطلقت شرارة الاحتفال بمختلف الأحياء والأزقة والساحات. ختام حصاد الأسبوع، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.